الالبوم فعلا تعامل بقى لي سنتين ماضي مع مزيكا، والالبوم بقى لي سنه ونص بيتحضر ومبسوط كتير فيه، ومنوع بين المصري واللبناني، وفي تعاملات، في كلامي، في الحاني، في من ناس من لبنان من سوريا، وفي الحصه الكبرى اكيد من مصر، من شباب ومن ناس كبار تعاملت معهم قبل كده برضه. الالبوم 11 اغنيه، ثلاثه لبناني او بالاحرى اثنين لبناني، واحده سوري وثمانيه مصري. المصري في ناس جداد كتير، عمرو قلبط، في أغنية، في ملحن كتير بتعامل معه بأغنيتين كتير بحبهم وجديد، بس سامح كريم، في مدين ثلاث أغاني، في محمد يحيى، في موزعين عمرو إسماعيل في حصة كبرى معاه، في عمرو عبد الفتاح، في تميم.